الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر يقول لأخبار 24 أن 150 ألف متطوع شاركوا بالتشجير، وأنهم يستهدفون قطاع التعليم والنشأ ليكونوا جزء من رؤية 2030 ويساهمون في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء. الآن عندنا 121 شريك، هذا من القطاعات المختلفة، و 14 شريك انضموا لنا اليوم، وعندنا 150 ألف متطوع كلهم ساهموا معنا في عملية التشجير. العبد القادر بيّن أن جميع جغرافية المملكة مستهدفة بالتشجير، من جبالها وسواحلها وأوديتها والمنتزهات الوطنية وحتى مناطق زحف الرمال. أيضا منصات التطوع مفتوحة اليوم، هناك حملات على مستوى المملكة، مستهدفين أيضا بتركيز كبير جدا القطاع التعليم. قطاع التعليم اليوم معانا شريك كبير جدا، مستهدفين أيضا النشأ، وإن شاء الله نحقق جميعا مستهدفات كبيرة. مواسم التشجير ضمن مبادرات السعودية الخضراء اللي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة لزيادة الغطاء النباتي وتخفيض درجات الحرارة ومواجهة التغير المناخي بتكاتف الجميع.